السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأحضر بيتزا بالخضر المشوية. أبدأ بشي الخضر، نوري لكم كيفاش. أحتاج إلى أن أخذ فلفلة حمراء، فلفلة خضراء، زوج حبات طماطم، نص حبة بصل. أحتاج إلى ملح، فلفل أسود، القليل من لوريغون، وزيت الزيتون. أبدأ في العملية. أخذنا صينية غلفناها بورق الألمنيوم، قطعنا الخضر بهذا الشكل على شكل دوائر، بصل طماطم فلفل اخضر فلفل احمر، وضعناهم فوق ورق الالومنيوم باش نشويوهم، ندخلوهم الفرن. طبعا الان اضيف زيت الزيتون، أضيف الملح، فلفل أسود، قليل من الأوريغون، وأنا أحب لمسة اختيارية هذا خليط الشواء باربيكيو سبيس بلانت خاص بالشواء، وضيف القليل منه اختياري، هذا اللي ما عندوش معليش. وادخلوها للفرن الخضراء حتى تنشوى، ونخرجوها باش نستعملوها فوق البيتزا. بعد ما شوينا الخضر في الفرن، حضرنا مقادير البيتزا. العجينة كنا شفناها في فيديو سابق، ستظهر بطاقة الوصفة على الشاشة. نحتاج إلى صلصة الطماطم المحضرة في البيت، أحتاج إلى نوعين من الجبن موتزاريلا والجودة، زيتون أسود، وسلمي مدخن. أبدأ في تحضير بيتزا، في تشكيل بيتزا عفوا. أبسط العجينة أولا، بسطنا العجينة وضعناها في مول مفروش في ورق الزبدة أو ورق الطبخ. الآن أفرغ الصلصة، نسرحوها على كامل العجينة، بعد ما بسطت الصلصة أوزع الآن الخضر على كامل البيتزا، الخضر المشوية. وزعت طماطم، فلفل أحمر، فلفل أخضر، بصل على كامل البيتزا. بعد ذلك أضيف شرائح من دوائر من السلمي فيمي أو السلمي المدخن، أخيرا أضيف الجبن الجودة والجبن الموتزاريلا، وأزين بحبات الزيتون. هذه هي البيتزا، والآن أدخلها في فرن مسخن حتى تطيب، ونشوفوها في صحن التقديم. نتمنى تجربوها وتعجبكم المذاق تاعهم، خاصة الخضر مشوية مع سلامي فيمي، تعطي بنة الشواء، وتعجبكم المذاق تاعها. وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.